السلام عليكم، كيف الاحوال؟ اتمنى من الله يكون كل شيء بخير وعلى خير. هذه السباقه بس صبغنا هذوك النعاج اللي كبارات اللي غادي نحيدوا ان شاء الله بحول الله. اليوم غادي نوريكم ان شاء الله بحول الله الحوليه والنعجه الثنيه، واللي عندها 3 سنين واللي عندها 4 سنين و 6 سنين وحتى اللي عندها 7 راها شارفه ما عندها اسنان كاع بمره ان شاء الله بحول الله. تحياتي لكم كاملين. ها هي الغنم، رحنا دخلنا الغنم الكوري باش غادي نحاولوا نشدوهم ان شاء الله ونوريكم. تحياتي لكم كاملين. هو السي عبد الحق، هذه راه الغنم اللي مقابل عبد الحق. تعال السي عبد الحق، تعال. الجد راه قارات الغبره في عينيه. السلام عليكم. بخير. سلم على الاخ ولدك رضوان. الله يبارك. انا السي رضوان لاباس عليك. بخير الله يبارك فيك. ايوا رحنا نتقاتلوا مع الوقت. نتقاتلوا مع الوقت. احنا كنا نظنوا ان شاء الله نعيدوا مع الوليدات، ولكن هذا الشيء اللي بكاتب تاع الله سبحانه وتعالى. الله يجعل ربي يفتح علينا. هذا الشيء اللي نقولوا الله يجعل ربي يسهل علينا وعلى جميع المسلمين. الله يجعل ربي يهدينا الطريق. امين يا رب العالمين. تحيه لك اخي رضوان قنوني. ان شاء الله ربي يحل الطريق وان شاء الله نشوف وليداتنا. نتمنى عند الله يزعلنا هذا الوباء، وحنا صراحه محتاجين وليداتنا ونشوف وليداتنا. راه ما كنقدرش نقعدوا بزاف هنايا، راه كاتجينا الضيق. والاحفاد ان شاء الله بحول الله. لا والوليدات وكانوا مساكين فرحانين باش نمشيو عندهم، ولكن قدر الله. قدر الله ما شاء فعل. يا الله الله يسهل علينا وعليكم، الله يكمل عليكم الخير. كان باغي يدوز العيد في البلاد، ولكن لا اله الا الله. قال لك عرفنا ولا شي، عيدكم مبارك سعيد. بارك الله فيكم. تحية لكم كبيرة. هذه راها عندها العام. صافي ما عندهاش. هذه عندها العام. ما طلعتش كاع هاهم مزال. مازال ما طلعتش كاع السنان ديال العام، باقا سنان الحليب. هذه راها عندها عامين، عندها جوج سنين كبار. صافي. الاخوان والاخوات باش تفهموا ان شاء الله، كيسقسيني واحد الاخ من الجزائر بزاف مسكين. هذه عندها عامين. عندها جوج سنات كبار، باقا عمرها ما ولدات. ثنية هذه كتسمى. هذه تبارك الله راها تسدسة. راها هذه سداسية، عندها 6 سنوات. هذه راها جمعات دابا. صافي جمعات دابا. هذه من هنا لدابا لقدام غتبدا تطيح. ها هما رشاو، شفتهم؟ هادو رشاو، هادو كتسمى كتسمى. هذه راها جمعات. صافي دابا غتبدا تطيح. هذه صافي كملات. هذه كملات الحياة ديالها، شرفات. هاد ولات تشرف دابا، هاد ولات ما تقدر ما تاكل. دابا تبقى تطيح بشوية بشوية حتى ما تبقى عندها تسنى. سبحان الله العظيم. هما قاعد ترخاو. ولاو كيتململوا بزاف. وسبحان الله العظيم، اللي ما كيفهمش الماشيه، النعاج عندهم السنان غير لتحت، الفوق ما عندهم السنان. السنان ما عندهمش الفوق. لا لا الفوق. عندهم غير لتحت وعندهم الدراس. السنين دائما. الدراس الفوق والدراس لتحت. صافي. سبحان الله، سبحان الخالق. هذه تكون عندها 7 سنين. صافي 6 سنين 7 سنين. طيحت. بوا بوا بوا. اللي شارفه كنحيدوها اليوم ان شاء الله بحول الله. بحال هذه غادي نحيدوها. تعال عبد الحق، تعال. شارفه هذه حتى هي شارفه. هي هرست. صافي كتهرس دابا. هاي بدات كتهرس. صافي ماتوا لها. زقاي 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 زقاي، ما نديروا لك والو. ها زقاي هرسات. سبحان الله العظيم، هرسات. سبحان الله العظيم، شو سنانها كيولاو رشاو رشاو. دابا بداو كيطيحوا. غادي نعلمها راه الصباغه، كنعلموها بحال هكا باش كيجي مول الشي وهوايا هذيك الساعه كيحيدهم. هاك اسيدي هاك، زيد زيد. هنا هي اللي باقي لينا دروك، ضاره هذيك. هذه غتكون رباعية. بارك الله. غادية. تبارك الله، قداش ناهية هذه؟ رباعية. طيحها طيحها الأرض باش نقدروا
يشوفوها الناس مزيان. هالي هذه ضاره، هذه هي قريبه تولد ان شاء الله في شهر 8. اربعه هما متقادين، ها هما اربعه اسنان، واحد جوج ثلاثه اربعه، هذه رباعيه، هذه عندها اربع سنين. بارك الله فيك. هذه يمكن صغيره كبيره، ما عندها سنة، ما عندهاش شارفة، هي شارفة. واه ها انتم، هذه سبحان الله هي صحيحة ولكن سنة ما عندهاش، ما عندها سنة، سنة ما بقاتش عندها، سبحان الله العظيم. وهي كتبان تقول ترى راها بقى عندها عامين ولا ثلاث سنين، ولكن هي شارفة هذه، عندها أكثر من سبع سنين، سنان ما بقاوش عندها. شوفوا سبحان الله العظيم، شوف ما شاء الله. هذه تبارك الله راها سدسة، راها هذه سداسية، عندها ست سنوات أزقايا لالا سدسية، كتسمى سدسية هذه. واحد الأخ مسكين من الجزائر قال لي ورينا السنان ديال النعاج، هذه راها سدسة هذه. وسلم، راه كيسلموا عليك ولدك رضوان، راه كيكومنت يا سيدي وكي لا ولدك رضوان مسكين راه كيتبع، واه كيتبع، واه. ونتمناو نكونوا فدناكم إن شاء الله بحول الله. دابا حنا دخلنا هنايا الكوري، علمنا هذوك الشارفات باش نحيدوهم، واستغلت الفرصة باش نحاول نوريكم النعاج من الحولية حتى النعجة الكبيرة. تحت لي الفرصة باش نوريها لكم اليوم إن شاء الله أنا والسي عبد الحق. دابا غتبقى هنايا في الكوري حتى يجي مول الشي. هنا راه كاينة شي 1200 ديال الغنم، يجي الباترون هذيك الساعة يحيد هذوك الشارفات. حنا ضروري واخا كنعلمهم حنايا، كيقول لك خاصني نشوفهم، من حقه يشوفهم. راكم عارفين الاخوان، اي واحد كيخدم عند شي واحد راه ضروري ما كي يكون داك الشيء بالشوار ديالو. حنا ما علينا الا نعلموهم، هو يجي ويشوفهم هذيك الساعه، بغى يحيدهم يحيدهم، ما بغاش يحيدهم ما يحيدوش. بحال هذه النعجه ما عندها حتى سنه، ولكن راه ما بقى فيها ما يصلح، واخا هي كتبان غليظه راها ما بقاتش خدامه. تبارك الله الخير موجود. هذه هي الغنم اللي كاينه الفوق في الجبل اللي كي يقابل السي عبد الحق، والغنم ديالي انا راها كاينه لتحت. هنا راه كاينين شي نعجات ولدوا، بحال كنقولوا هنا يا اديلانطا، ولدوا بكري شويه يا على الوقت ديالهم، ولكن الاخرين راهم مزيانين بصحه جيده. نتمنى نكون وصلت لكم المعلومه ان شاء الله واستفدتوا معنا، وتحياتي لكم متتبعين قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا. هذه راها ضارة، راه يضرع عبان، هذه راها ضارة، هذه غتولد إن شاء الله في شهر 8 فيه شي 15 بحال هكاك. كاينة الضارة هنا بزاف، تكون شي 200 ولا 300، ولتحت أنا عندي الضارة تمايا. كيف 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 كيف، وهذو راهم خروفات بنات العام، هذو راه مازال ما كملوش العام، عندهم 9 شهور 8 شهور. تعال عبد الحق تعال، هاد الشخمة هذي، شوف لي هاد الشخمة هذي، ضعيفة بزاف، واش ضارة ولا عندها الخروفة؟ ضعيفة ها؟ أوو لا لا بقى بقى, بقى صغيرة، غير هي ضعيفة وصافي. هذي عندها غيكونوا عندها جوج خروفات صافي، تلقاها هادي سدسة، هادي غيكونوا عندها جوج خروفات كيردعوها هذاك الشيء لاش ضعيفة. كف 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 كف، كاينة الشارفة هنايا، كاينين شي وحدينات اللي ما كيبينوش، كيبانو غلاظات زينات تبارك الله، ولكن راه ما عندهم حتى سنة بحال هذيك اللي شدينا. وكاينة اللي ضعيفة وبقى صغيرة عندها عامين على حسب، كاينة اللي كيكون عندها شي مرض ديال الرية، واخا كتاكل ما كتغلطش، كيكونوا مراد من البولمونيس كما كنقولوا هنايا، عندهم كيكون عندهم واحد المرض تنفسي في الجهاز التنفسي من الريه، واخا كتاكل ما كتشبعش، عفوا واخا كتاكل ما كتغلطش. هاد الخروفات كاملين اللي عندهم الشعر راهم ديال هاد العام هذا. تبارك الله ما شاء الله. اوه ابي
ايديهم يقتلوني ولا؟ تحياتي للاخوان والاخوات المتتبعين قناة تربية الغنم في شمال اسبانيا، احييكم من جديد. راني جيت دابا عند الغنم ديالي، غادي نديها للكوري ان شاء الله باش تبرد. صافي راه سالينا من الغنم ديال السي عبد الحق، دابا خليناها تمايا في الكوري حتى يجي مول الشيف العشية، وغادي يشوف شنو يحيد النعاج اللي ماركين عليه بالصباغة. كنقول لكم كيف ما العادة احبكم جميعا، واللي كيشوف قناة تربية الغنم في شمال اسبانيا يتابونا عند راعي الغنم الاخ عبد الهادي مقيم بشمال اسبانيا راعي الغنم. الله يخلينا ديما ناشطين، تهلاو ليا فراسكم، راكم عزاز وغالين. تحيه للوالده، تحيه للوالده وكاع الوالدات، بارك الله فيكم. واحد الاخت كتقول لي قدم التحيه للوالده ديالي، انا ما عرفش الاسم ديال الوالده ديالها وكنقدم ليها التحيه. الا شافت الفيديو تقول الوالده ديالها كيقدم لك راعي الغنم من شمال اسبانيا تحيه كبيره، والله يخلي لك صحيحتك، والله يخليك لوليداتك ان شاء الله بحول الله، وتداعي معنا الله يعاونكم.